اسمعني، ايه كنت عم بلعب وراح اموت من خجلي. يلي عملته كان ولدنا وغباء وسخافه مني، منيح هيك؟ يعني السبب واضح ليش تصرفت بهالطريقه، بس مو مثل اللي انت عملته بابراهيم الصبح. فهمني شو له ذنب هو، بس فات بهالشغله كرمال يساعدني. يعني اذا بدك تقول شيء قوله بوشي هلا لحتى اخلص من هالعذاب على الاخير. تفضل احكي. واحد اثنين وهلا خلصتي؟ خلصت. شو عم تساوي؟ شوفي ليش عم تقرب علي بهالطريقة؟ ليش سكرتوا للباب؟ بدي ذكرك انه الشركة فيها ناس. مراد ممكن تقول شي؟ عشق لفتنا نلعن تصادف لدي اينا بآخر الأسبوع. لا توعدي حدا بعيد ميلادك. بدك تكوني معي. Şarkı vardı neydi la la.